إلى ذلك، نظمت دائرة المرأة بالتجمع اليمني للإصلاح بمديرية تريم في محافظة حضرموت اليوم السبت فعالية فنية وخطابية بقاعة معهد التفوق احتفاء بالذكرى 27 لتأسيس الإصلاح والعيد الوطني لثورة 54 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة. وفي الاحتفالية قالت الأستاذة ابتسام بامو حيمود رئيس دائرة المرأة بالمحافظة بأن الاحتفال يأتي والوطن لا يزال يعاني من الانقلاب وتبعاته الذي مثل انتكاسة كبيرة في محاولة للعودة باليمن إلى عهود الظلام الإمامية.